بضاد هي عنوان واختصار ايضا المسار ديال الثنائيات ديال لي كوبل ملي كيتلاقاو الى اخره في العمر، حيت كندوزو مجموعه ديال المحطات كازواج، ولكن في خريف العمر كيبقى غير الحب غير بضاد. شحال ناقشنا العنوان، شحال ناقشنا العنوان مع الاستاذ عصام اليوسفي الدراماتورج ديال العرض، مع الممثلين، مع المخرج، كانت نقاشات طويله. كنا غنسميو محني الزين على واحد الاغنيه شعبيه اللي كنغنيوها في العرض. عاوتاني كانت عناوين كثيره، ولكن في الاخر لقينا بان هذه الكلمه الامازيغيه كتختصر وكتختازل جميع المعاني اللي احنا حطيناها في العرض. هو كانت مغامره محفوفه بالمخاطر بطبيعه الحال، ولكن في نفس الوقت هي مدروسه، لانه كان فريق عمل محترف. يعني كان هي فكره اصليه ديال الاستاذ زكريا الحلو، دراماتورجيه ديال الاستاذ عصام اليوسفي، وخليه الكتابه كانت فيها الفنانه جليله التلمسي، كان فيها الفنان عبد اللهوي العبداوي عفوا، وكان زكريا الحلو. كيكون نوع من يعني نوع من 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 التمحيص والبحث ايضا من اجل اننا نحطوا واحد نص مسرحي اللي ما يخدش الحياة، ولكن في نفس الوقت قادر أنه يخاطب اليومي والخاطب يعني الخصوصية ديال هذا الموضوع الحساس. العرض قلنا غادي نحاولوا ما يمكن باش نطرقوا لهذه العلاقات بشكل صريح جدا، ولكن الصراحة في المسرح هي صراحة رمزية، صراحة فيها معاني، فيها جمال، فيها شعر. هو أول شيء طبعا إيمان بالشخص كشخص، لأنه زكريا الحلو هو فنان مغربي، هو مؤلف، هو ممثل، هو مخرج، وهذه سنين باش كانت الفكرة ديال أنه يشتغل على واحد العرض اللي في الأوج ديالو، في الصميم ديالو، العلاقة ديال الحب بضاد ما بين الرجل والمرأة.